تم تعبيدها بالخرسانة يعني رفورسما بيكوش، فما في حدود الكيلومتر ونص، فما في حدود كيلومتر واربعمية بالخرسانة الاسفلتية أوروبي، الخرسانة الاسفلتية خطر ديرابل وفيها معتها أنت والترافيك روتي. الخرسانة معتها البيكوش هذه التغليف هذه رفورسما عملناها على مستوى طريق بعرقوب دخانية، وحتى الجسور معتها جسور عملاقة تم إنجازها. فما بعض فما عن إشكاليات على مستوى معتها المنشآت المائية، من المفروض أنه الفلاحة ولا التجهيز ولا الدياشو يقوموا بالتدخلات متاعهم بالنسبة للفلاحة، جهر الأودية قاموا بأشغال لكن الأشغال نعتبروها منقوصة،